وليد البطوله العاشره لحظه مهمه جدا واحتفالات انتوا كنتوا عاملين. انت كنت كان واقف ورا، لسه كنت بسال سعد قال لي ده كان واقف ورا بيسخننا بس ما بيتكلمش لغايه لما كهربا خده بقى على ظهره. احساس مهم جدا واحساس برضو رائع ان انت تفوز بالبطوله رقم 10، ولكن مش عارف اسالها لك ازاي، ولكن التسعه كانت مختلفه برضو تيالي. اكيد طبعا التسعة يعني كان بنلعب الزمالك، والزمالك طول عمره نادي النادي الأهلي، مش عايز أقول يعني كان ماتش مهم جدا، ماتش للتاريخ، إن تقريبا كان أول نهائي بين الأهلي والزمالك في أفريقيا. مظبوط. وكان عليها أنظار كتير جدا، والحمد لله قدرنا إن احنا نكسب الماتش ده ونحقق التسعة. وزي ما بيقولوا ان النادي الاهلي دايما يعني، حتى جمهور النادي الاهلي احنا خلصنا بطوله العشرة بيقول 11 من امبارح مش من النهارده، بالظبط من امبارح بعد الماتش. لكن فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن، ان البطوله دي التاسعه كانت بالنسبه لجمهور الاهلي هتفضل معلمه كتير جدا في اذهان الناس، يعني ان طبعا بتكسب نادي الزمالك وتتفوق عليه في كمان في الارقام. انت الزمالك تقريبا 5 بطولات والاهلي 10، يعني ضعف الضعف بالظبط. ايوه كان مهم طبعا، حتى يعني سعد كنت انا كان عندي كورونا وكنت في المعسكر وخرجت لما ظهر التحليل، كنا دايما بنتكلم مهم جدا ان البطوله دي هتبقى بالنسبه للجيل ده بطوله مهمه جدا. التاسعه. اوكي. وكان اللعيبه فعلا قدروا يعني اللي كانت بتحط الاساس يتقبلوا الكلام ده، ان احنا فعلا بالنسبه لنا ان البطوله دي زي ما اتعلمنا من الجيل اللي قبلنا، ان طول ما انت بتوصل نهائي مع الزمالك او في كاس مصر سوبر دايما لازم تحسس اللي حواليك من اللعيبه ان الماتش ده مهم، وان الماتش ده اللي هيخليك تركب بقيه السنه او الموسم السنين كمان. الموسم اللي بيبقى اللي بعديه بتبقى راكب يعني بلغه الكوره. أيوه. عشان كده الحمد لله اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، وكان سعد بامانه كان ليه دور كبير جدا في التوقيت ده مع الشناوي وايمن، انا كنت في البيت، والحمد لله اللعيبه حققت اللي كان مطلوب يعني في التاسعه.